زين. الان اسألكم وانا اعتقد انتم عينة المجتمع بدليل تحملكم المصاعب لحضور صلاة الجمعة جزاكم الله خيرا، وهذا هو يوم الجمعة، وقبل قليل كانت ليلة الجمعة، وليلة الجمعة اهم ليالي الاسبوع، كما ان يوم الجمعة اهم ايامه، بل هو يوم مقدس وعيد ديني كبير فتحه الله تعالى لأوليائه وأهل طاعته، وهو يعود بنعمة الله سبحانه وتعالى كل أسبوع، بينما تعود الأعياد الأخرى كل سنة مرة. فأنا أسألكم، كم منكم قرأ في ليلة الجمعة هذه دعاء كميل؟ أنت ارجع إلى نفسك لتجد الجواب واضحا بينك وبين ربك، فإن كنت فعلت فاحمد الله على هذه النعمة، كما قال تعالى: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وإن كنت لم تفعل فاعلم أنك محروم وغير مرحوم، وأن من فعل ذلك أفضل منك وأولى بالثواب. وقدم من الآن الندامة إلى الله عز وجل في الترك والتفريط، إنما فرطت بنفسك وثواب آخرتك. والمؤمن في الجنة يقال له: إذا كنت فعلت الفعل الفلاني من الطاعات، وإذا كنت مثلا قرأت دعاء كميل في ليلة الجمعة، كان لك مثل هذا القصر أو هذه المرتبة، ولكنك لم تقرأ فحرمت منها أو منهما، وأعطيناها لمن قرأها وفعلها، والله تعالى عادل لا تقصير في عمله وحكمه. فيندم المؤمن في ذلك الحين ويتحسر وهو في الجنة، فذلك هو يوم الحسرة والندامة. وكان يقول بعض أهل المعرفة أن الحسرة والندامة للمؤمنين لا للفاسقين ولا للكافرين، فإن أولئك ليس لهم الوقت ولا الشعور بالحسرة، من حيث أنهم معاقبون بأنواع العذاب. زين، هل صليت صلاة الليل هذه الليلة؟ قمت قبل الفجر وتهجدت إلى الله سبحانه وتعالى؟ ومنذ كم مدة لم تصلي صلاة الليل؟ ولعله طول عمرك لم تصلي صلاة الليل ولم تعلم ما هي صلاة الليل. وإن كان أنا أربع بكم جميعا أن تكونوا على هذه الشاكلة. هل زرت الحسين في ليلة الجمعة هذه عن قرب أو عن بعد؟ فإن ليلة الجمعة من مناسبات زيارته عليه أفضل الصلاة والسلام. زين، هل اغتسلت قبل المجيء إلى هنا غسل الجمعة؟ أو أنت عازم على أن تغتسل غسل الجمعة بعد أن ترجع من صلاة الجمعة؟ بناء على فتواي من صحة إيقاف غسل الجمعة عصرا، وإن كان على خلاف المشهور، أنا أقول يجوز إيقاع غسل الجمعة عصرا ويجزي عن الوضوء أيضا ولو كان عصرا. فالمهم أن الفرد المؤمن يحاسب نفسه على الواجبات والمستحبات وعلى المحرمات والمكروهات، فإن وجد طاعة حمد الله عليها، وإن وجد عصيانا استغفر الله منه، وإن وجد تقصيرا شحذ الهمة لتلافيه وعدم تكراره في المستقبل. فإن الله وطاعة الله أو طاعة الله موجودة في كل زمان ومكان وفي كل نفس وفي كل نظرة وفي كل خطرة وفي كل كلمة وفي كل علاقة عائلية أو اجتماعية إلى غير ذلك.
وما من واقعة صغيرة ولا كبيرة إلا ولها حكم، وحلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة صلى الله عليه وآله. هذا لو نظرنا إلى المستحبات،